والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا فقهنا في دينك وبارك لنا في هذا السعي الكريم والسعي العميم خيره، آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوان ولا عدوان. كلمة قلنا لي في أول آية 38 من سورة البقرة تجلب لنا عوالم أخرى، منها عالم الافتراضي في بني صهيون وزير بن الله. قال ربي لا يحتاج لا لي صاحبة ولا ولد، ولم يكن مولودا، ومن ولده هذا كلكم المستحيلات. ربي سبحانه وتعالى قال لك يا ثالوث أنك على باطل وأهلك على باطل ومغضوب عليهم وضالون. إذن إذا كان ربي قالك هذا زاد أردف ذلك القول بأنه قال وما قتلوا وما صلبوا، أي الكنائس ما نشد دين صحيح. هل اليهود انتصروا علي بما عينت الرومان الملعونون في العموم الملعونين في العموم؟ كيف قالت هو يلعن من علق بشجرة، فكيف لا يعلن نفسه على صليب؟ كيف تقبل التنقل ذلك؟ كيف؟ وثم قلت دفن، وبعد جئت تلوج في الجثة لم تجدوها. قلت بعد الحياة وين هو؟ إذا كان هو حي على الأرض وين هو؟ ثم قلت حي، يعني هو مازال عند الرب، لم يتم مشواره. فأنتم حبيتوا تم المشوار وتم كانوا عدد مكانكم ماتوا وأنتم كنتموتوا أبديون. هذا الحال اللي انتم عليها اليوم من كسب حرام ومن لذات بكل كل ألوان أكا، والملذة مع الجنس المنسي مع الجنس الآخر، ولما جروا ببالكم أكا استقر الحال على هذه الحال ولا تغيير لها. وإحنا قلنا الحال لا يدوم أبدا، وكل من على يفان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام والسلام.